عندما انتقل جوزيبي سافولدي من بولونيا إلى نابولي في العام 1975 مقابل 1,200,000 جنيه استرليني، كانت تلك الصفقة الأولى عبر التاريخ التي تصل قيمتها لمليون وأكثر. حتى على صوت المال في ملاعب كرة القدم سنة بعد أخرى، وصولاً لانتقال نيمار إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو دفعها الفرنسيون إلى برشلونة. لكن في العالم الموازي كان هناك تاريخاً شاهداً على صفقات غريبة للغاية، وفي هذا التقرير من قصة رياضية والذي ننقله عن صحيفة مترو البريطانية نذكر بعضها. أسطورة أرسنال أيان رايت انتقل في العام 1985 من النادي المغمور غرينتش بورو إلى نادي كريستال بالاس مقابل فقط مجموعة أوزان وأدوات لتمارين العضلات. أما جوليانو غرازولي الهداف في الدوريات الدنيا في إنجلترا والذي تألق في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1997 انتقل على سبيل الإعارة إلى نادي ستيفينغ بورو مقابل 3,000 من شوكولا مارس وكيس من رقائق البطاطس. أما الإيرلندي الشمالي الذي يعمل حاليا كمحلل رياضي وله باع في القنوات المحلية توني كاسكارينو فقد انتقل في العام 1981 من كروكنهيل إلى غلينغهام مقابل مجموعة ألبسة رياضية. العملاق مانشستر يونايتد كان له نصيب من الصفقات الغريبة كذلك، وهو الذي ضم هيو ماكليناهن من نادي ستوكبورت المغمور في العام 1927 مقابل فقط ثلاجة مليئة بالمثلجات. وأخيراً انتقل ماريوس كيوارا إلى نادي ريغال هورنيا أحد أندية الدرجة الرابعة مقابل 15 كيلوغراما من النقانق. أما المثير هو أن اللاعب اعتزل بعد فترة قصيرة فقط واتجه للعمل في إحدى المزارع، فيبدو أن 15 كيلوغراما من النقانق لا تفي بالغرض.